السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الخلاصة العامة للمجزوءة الأولى اللي هي مجزوءة الوضع البشري. اللي كان هذه أول مرة كيشوف الفيديوهات ديالنا كندعوه للاشتراك باش يوصلوا كل جديد وما ينساش يفعل الإشعارات. دابا هندوزوا الخلاصة. أول حاجة هنشوفوا الأسئلة اللي تطرحوا في هذه الخلاصة، يعني اللي تطرحوا في هذه المجزوءة أصلا كانوا الإشكال في اللي عالجنا في هذه المجزوءة. أولا، كيف يتحدد وجود الإنسان؟ وما دور الإنسان فردا وجماعة في التاريخ؟ وهل وجود الإنسان محكوم بالضرورة أم هو مفتوح على الحرية؟ فأول حاجة هي وجود الإنسان ودوره في تكوين هذا التاريخ اللي عاش فيه، وثالث حاجة هي واش هذا الوجود محكوم بالضرورة أو بالحرية. عمشيو أولا مع الطرح الأول اللي كيقول بأن الوضع البشري يتناول قضية الوضع البشري باعتباره ضرورة. يتحدد الوضع البشري على مستوى الشخص بطابع الضرورة التي تفرضها القوانين البيولوجية للجسم من جهة، ومن جهة أخرى بالقوانين النفسية والاجتماعية والأخلاقية. يعني رواد الطرح قالوا بأن الإنسان محكوم بعض القوانين البيولوجية، مثلا محكوم عليك أنك تكون طويل، مثلا إلى عندك الهرمونات ديال الطول، محكوم عليك تكون مثلا عصبي إلى كانت مثلا الشخصية ديالك، أو الكوميل اللي خديتي في الطفولة، مثلا المجتمع، خلقتي في مجتمع متخلف، محكوم عليك التخلف، منظومة أخلاق اللي كتلقاها واجدة في المجتمع. كل هذه الأشياء بالنسبة لهذا الرواد هي أشياء ما كتختارهاش، فكتفرض عليك واحد ضرورة اللي خصك انت تسايرها. أما على مستوى الغير فيتضح أن الكائن الإنساني لا يوجد بمعزل عن الآخرين، فهم الذين يمنحونه الوعي بذاته وبعالمه. في نفس الوقت قالوا بأن الغير له وجود، وأن عن طريقه كنقدر نزيد نعرف راسي أو نكتشف راسي أكثر. كما يجد الإنسان نفسه على مستوى التاريخ داخل سيرورة يكون فيها خاضعا لإرادات بشرية تتجاوزه وتحدده. يعني تماشيا مع هذا الطرح اللي كيقول بأن الوجود محكوم بالضرورة وأن الغير ما هو إلا واحد الوسيلة باش نعرف راسي أكثر، كيتجلى هذا الشيء عاوتاني أكبر على مستوى التاريخ، حيث أن الإنسان كيولي واحد ليليمون ولا واحد الجزء لا يتجزأ من واحد السيرورة التاريخية اللي كتجاوزه واللي هي كتحكمه وكيولي منفعل به وليس فاعلا في التاريخ. دابا نشوفوا الطرح الثاني اللي قال بأن الوضع البشري حرية، باعتباره حرية وليس ضرورة. الإنسان بوصفه شخصا يتميز بالاستقلالية، فهو يتعالى باستمرار على وضعه الجسمي والاجتماعي ويبدع ذاته من جديد في إطار مشروع مستقبلي مفتوح. يعني رواد هذا الطرح قالوا بأن الإنسان عنده واحد الاستقلالية، وأن عنده وسائل باش يتجاوز هذا الوضع اللي قلنا عليه، وضع خلق فيه مثلا، باش يحاول يتجه نحو مشروع، نحو هدف مستقبلي. فهو بالنسبة لهم وخا هاد الضرورة وهاد الإكراهات اللي كتكون في المجتمع وفي الجسم وفي الشخصية، الإنسان عنده الوسائل باش يتجاوزها ويتعالى عليها ويحقق داكشي اللي هو باغي. وعند دخول الإنسان في علاقات مع الغير يخلق نوعا من التباعد الضروري بينه وبين الآخرين، ويدخل في تفاعل حر مع الذوات الإنسانية الأخرى، يتقاسم إياها عالما مشتركا من القيم والغايات. حتى العلاقة مع الغير رواد هذا الطرح شافوها بمنظور مخالف، مش بمحل المنظور الأول اللي قالوا أن هو جزء لا يتجزأ من معرفتي بذاتي وأن معرفتي بذاتي تمر عن طريق الغير. لا، قالوا أن التعامل مع الغير ما كيأثرش فيها، بالعكس هو عندنا واحد الهوة بيناتنا وهو في the other side، يعني في الجهة الأخرى، فما كيكونش واحد التأثير، بالعكس حنا كنتقاسموا فقط واحد العالم مشترك من الأخلاق والمبادئ. كما يستطيع الإنسان بفضل الوعي بالسيرورة التاريخية التحرر من منطق التاريخ وحتميته، بحيث لا يبقى مجرد منتج للسيرورة بل فاعلا فيها ومنتجا لها. وكملوا الفكرة ديالهم يعني فلاسفة هذا الطرح ديال الحرية، لأن في التاريخ دور الإنسان ما كيكونش غير منتج، يعني ماشي واحد الفرد أنتجته السيرورة التاريخية وسرعان ما ينضطر. لا، بالعكس هذيك السيرورة بحد ذاتها عن طريق الوعي ديالو بها بعدا فهو كيدومينيها، يعني كتكون واعي بواحد الحاجة كتكون ضابطها. وتاني حاجة أصلا ديك السيرورة كيقولوا بأن الإنسان اللي خلقها هو اللي كيدفع بالعجلة ديالها إلى الأمام فيصبح فاعلا في التاريخ.
فكتركيب إن القول بخضوع الإنسان للضرورة وفي نفس الوقت القول بحريته واستقلاليته عن شروط وجوده الموضوعية لا يعني التناقض المطلق. يعني الإنسان ما خصوش يفهم في هذه الحياة لا في الفلسفة ولا في أي حاجة أن جوج أشياء متناقضين، معنى أن يعني البيض والكحل معنى أن صافي يعني هدورا نقيضين ولا شيء دونهما ويعني التعارض التام. لا، راه يمكن نخلقوا الرمادي ويمكن تواجد البيض هو اللي كيخلينا نشوفوا السواد وتواجد الاسود هو اللي كيخلينا نشوفوا البيض، ولولا السواد لما كنا نعرفوا هذا بيض ولا ما كان البيض لما نعرفوا هذا اسود. بحال هكا خص الانسان يابوردي لا المشاكل في الحياه ولا حتى الاشكاليات الفلسفيه. فالقول بخضوع الانسان للضروره الحريه ماشي بالضروري واحد التناقض مطلق صارخ، بل بالعكس، بل يمكن التركيب بين الضروره والحريه، يعني نركبوا بيناتهم المزجون خلقوا واحد المفهوم مشترك لي يعني تلقاو فيه الضرورة وتلقاو فيه الحرية كمكونان أساسيان في الوضع البشري. فالذات الحرة هي ذات موجهة أو موجهة عفوا فالذات الحرة هي ذات موجهة وفق أساس أخلاقي يجعل العلاقات الإنسانية والوجود البشري عامة علاقات قائمة على الاحترام والغيرية والكرامة والوعي بالتاريخ. يعني الوجود الإنساني موجه بواحد الأساس أخلاقي، وأن هذه العلاقات كاملين كتحكمهم بزاف الأشياء، مثلا الاحترام والغيرية، يعني الاحترام وفي نفس الوقت نفكر في الغير والوعي بالتاريخ والكرامة وبزاف المتناقضات، مثلا أن الوضع البشري محكوم بما هو ذاتي وما هو موضوعي، ما هو ضرورة وما هو حرية، ما هو نسبي وما هو مطلق. لأن ماشي واحد مثلا جيون كازي والوجود البشري لا محكوم بهذه ولا بهذه، راه كل الأشياء كتأتت هذا الوجود البشري وكتعطيه واحد القيمة واحد يعني واحد مفهوم، يعني عاد كنفهموه بهذا الشيء كامل ماشي بواحد الحاجة دون أخرى. فكخلاصة يعتبر الوضع البشري وضعا إشكاليا يعني يتطلب مقاربة مفتوحة تستوعب علاقات متداخلة في صلب الوجود البشري. كما قلنا يعني خص يكون الإنسان منفتح في تحليل هذا الوجود البشري، لأن كاين علاقات متداخلة بحيث يتداخل الذاتي بالموضوعي والضرورة بالحرية، وبحيث تبدو مفاهيم الشخص والغير والتاريخ مفاهيم مترابطة فيما بينها يؤدي أحدها إلى الآخر. كنتمنى أن هذا الشرح نال إعجابكم، وأول تجربة كانت مجزوءة الوضع البشري اللي حاولنا ما أمكننا نبسطوا الفهم، نالت الرضا ديالكم. كنتسناو كاع التعليقات ديالكم، وشكرا جزيلا على التفاعل، وساعة سعيدة. كنعطيكم موعد إن شاء الله في المجزوءة الجديدة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وما تنساوش لايك سبسكرايب وامتي كومنتير. السلام عليكم.